فرصة رمضان تانت كفات عشرة سمز واروس وذي غفلن فرصة عشرة ثلماس إيا كتن قاروس فرصة رمضان تدويتن دكتور سعيد بويزري عسلام عينيك الله يسلمك حجيبا يمسري فن انو ما طفل به جاهز مرمى دسي ولا نغر 023 70 90 90 023 70 90 90 اكن اسقسيم دكتور بويزري غف سمسالين اكنو شغبن دكتور بويزري القرآن الكريم منهاج حياة أما يزمر أمدان ذي خدم القرآن أجي عن التماس أكن ذي خدم ييس ودي بنك سلوكي ناس ذي المعاملين ناس إمي رمضان أجي عن لا إقبال يعني في قراءة القرآن تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثن في السمثين مرحبا يسون لا سلام نوان أرث ذويلت نوان فرس رمضان رجال ربي سوغيك ذكري فارصن رمضان ذو السنة عزيز ذو السنة غلاين ذو السنة سعدين سلم غاولا ذيني مي وها ربي أني اللي سوغيك ذكري فارصن رمضان ذغان هثن مسك الله يبارك لنا ثل الهوى والهوى يجي الغيث الدعاء ذي اسمه مستجاب النجمة عندك يعني أين إجلهان سرد يقول ربي الدعوة الخير أما ذا رمضان لعبز ميقل لي وظام ثقيد السبع سرد يقول ربي الدعوة الخير الدعاء نزغ نزول المطر نزول الغيث ذا أثن ذين إجلهان سوطاس غفق ربي إن شاء الله أثن ذعو وذي قفل يكو الدعوة الخير يكوري رفذ ومذان إذا فيه نوان سبحانه القرآن ذا فريد ليسر ذا فريد انتذرف القرآن ذا فريد انتذرف القرآن منهاج حياة قلق ذا قور أن القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا ربي الحمد لله وقذكم يفكر ربي ثغزي العمر عاشن ذقوقوري قير رمضان أما سعد نسن سي الأعمال الصالحات يخدمناك يمذانا ذل قرآن وكل يون أمشي ثوفق ربي لأنه قذي يخدمنا مقارن ختمة التدبر يعني ذي الطف القرآن الثغر السوي ليس العقل فيتدبر في معانيه يعني ذي غرف السويل ويتحررا بكل ذي حبس الغراس ذي غرف التفسير يتدبرها ذي سوالي السراري ناس المقاصد الناس إثلا التلاوة نظن نغيس مثل ختمان ومقال ختمة التلاوة للقراءة ذي غر ولم بلا تدبر بلا ميخمن فلاس يقارس يقار يجتهد باش هذي قادر الأحكام التلاوة بقدر الإمكان ولكن بلا ما يتدبر ولكن لا جري سعى أما ذي ثمزور وثم ذي ثي سناث لا جري لا وين يجتهدن أكثر أثنت يخدم يسناث أما ختمة التدبر أما ختمة التلاوة ذا وين يوفق ربي ذي الزل التراويح وكذي الإمام ذي الجامع ذا غير نو أجر الاستماع للقرآن الكريم ذا أجر نظن يعني أجر تحصيل يعني صلاة يعني صلاة الجماعة أجر صلاة الجماعة يكسع عن الفضل أكثر من صلاة الفذن المنفرد ما يظلون وحدس 27 درجة القرآن الكريم ما كدن لنا منهاج حياة يعني ذا فريذن تذرث يلهان ربي ذي القرآن يناد ذي سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا لا يجين ويسد ربي في لسن الجن نفر من الجن إجسلني وولا ربي سبحانه بعد استعرفني مدنان إن سمعنا قرآنا عجبا
يهدي إلى الرشد. يتوليه سفري ذي الهان، يتوليه سفري ذن السلامة، سفري ذن الخير، سفري ذن الهداية. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ذي سورة الإسراء سورة الجن لا يتمزور في سنث، ما ذي سورة الإسراء لا يثيس تسعة. ربي ند إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن ذن تسعة أريهدون أيوين أمذان سفري ذي الهان، سفري ذن الطاعة. أما ذقويني عنان الإيمان أذي من ربي سبحانه، الإيمان إني انتذي سوذي من سويني سدينا ربي من يس أذي من ستركيزين الإيمان، أذي من استكتفين دين زد ربي في الأنبياء في مشي قالي ناس، وذي من الأنبياء أكن ملان لا نفرق بين أحد من رسله، وذي من سعالم الملائكة سالملائكة، وذي من القضاء والقدر خيره والشره، يعني ذي من المكتوب، وذي من الأخرث بالليه إلا وسنجرون وذاكر غرس، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثقي ورغي وينك سفري ذاك الهداية ذا القرآن، القرآن كان ذا يهدينا باش نعبد ربي العبادة الصحة، العبادة انتذت إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات الدالة على العبادة كثيرة باش هذا نحصو باللي القرآن كي ذنسا يغيو الهن باش نعبد ربي سبحانه وسنخدم على أشريك. ذو حريش ويسلاثة ذو يعني أنا نتصرف كاك وذي الأخلاق، معنى القرآن ذا يهدينا إلى حسن الأخلاق، إلى الأخلاق الحسنة. ياك تصرف كاع عليا نتنفذ القرآن الكريم. يك النبي عليه الصلاة والسلام مس سيدة عائشة مس سان يون وصحبي اسمه هشام بن حكيم استقصص في التصرف جينس في الأخلاقين استنس كان خلقه القرآن. إحنا وجدنا في صلى الله عليه وسلم القدوة العليا، القرآن يمشي أيضا، كان القرآن يمشي بين الناس. نكون ثورة ميلا نذبع القرآن الكريم، نتخلق بأخلاق القرآن الكريم. أما السعادة بينا ريسون الأخلاق القرآن الكريم هذه يعيش ذي السر ذي لسر ذي الدونيثيس وظفرح نيس مدن وذي فرح ذي سر ربي سبحانه بفي جنوان حريش وصربع. يعني عنان في مثال نضبط السلوك، يعني عنان المعاملات، يعني عنان التشريع، أن في القرآن ذاغ الكريم يهدينا إلى سواء السبيل. المعاملات قلنا دي القرآن أتصي قلنا ربي سبحانه أن في اللاية ثم قرآن تديرسن دي القرآن أتنف دي اللاية 282 من سورة البقرة أطول آية في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يهضر ربي يهضر في التوثيق الديون، يهضر في الرهن، يهضر في التجارة، يهضر في الإشهاد، في الشهود، في نيان، يهضر في مسالك مرة وسنتد مرة ذي القرآن الكريم ذي سورة ثم قرآن ذي اللاية ثم قرآن إديوسان ذي سورة البقرة اللاية 282 باش كذا نفهم باللي ذي ثقرة باللي القرآن الكريم يهدينا، يعني أغد يهذو سفريذن تذرس يلهان سفريذ اللي سر القرآن منهاج حياة. هيدر نوك انت يا دكتور، يعني إذا علي نغى القرآن نحفظ نحفظ معنى لكنا ربي، يعني يمكن انت نادي ثورة الدرية نغى تحفظ القرآن وكل إلا قد يليق الحقيقة القرآن يمكن انتقاد منهاج حياة هذا حفظ وتدبر نتي قرن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني كي حفظها صوت البقرة واحد 9 سنين وكي باش يحفظيت إني سقسات ننسى شغر إني سنحفظها ثم زواروت أدخذ مغيس باش أضروحها غاتي سنات. يعني الحكمة يمكن إذا غني لقما نحفظ القرآن أنا جي لقى نخدم ييس مش نحفظ كانت نادي الدرية نعرف حفظا كان كجيا. بلا شك القرآن الكريم ثم زوجتي الهبل ما في يحفظ خطر ما يحفظ إذا ثنيز ذي خميس ثنيز يعني يرافقه ولما يلقاها إلا وندى يغفل وكذا جوس ذي العوام مزول كنا ديسواس القرآن نمين وذا فلس يفاث سيدير سفري ذي مثلها الحفظ ذي ثمزي قتلها أي غير الجذوذ النغ سلماذ نصحفظ القرآن ذي ثمزي ذي ثم عمارين باش ميجمقر أذيف القرآن ليس
ولا ما ندي فرطي تمزي ولكن ديال سواسه ديال الله الغرس ولكن يقلها نكثر قلها نكثر بلد ما دي جمع يير سنات الحسنيين وهذه جمع يير الحفظ او كذا التدبر بالتطبيق خط القران الكريم منهج حياه ما كدنا ما كسلام باش اين دين ربي سبحانه يستولي يا ايها الذين امنوا استولي المؤمنين ميك استولي المؤمنين يسكد يا اما الامر يا اما النهي يا اما اغدي امر يا اما اغدي نهو اهدين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام صار بادي قارو زمث يا ربي سبحانه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه دي قار الظل السفره الاشهر ربي نادي يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه هذا قسم في يعني السنغاول اللي غدينا المؤمنين استعينوا بالصبر والصلاه يمدينا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه ثوفث يستوي المؤمنين دي قار ثوفث عند ذا ربي سبحانه غدينها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسالوا السؤال عليه لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اثا ربي واحل الله البيع وحرم الربا دي قرتي خرث الربا ولكن تجاره كل عين ربي ولكن الربا بعد الفلاس اجتنبوا كثير من الظن ان بعض الظن اثم هاثا يعني الزمره دنيني مختصر القران افعل ولا تفعل نعم كني قال الشيخ الشعراوي في الاسعاف في ربي عند الدين خدم ثان خدم يعني على سبت زمرتنا نبي عليه الصلاه والسلام اني يشمل في كلام دو لامر باش تخدم بحاجه خدم ثين من الزمرم فاتوا منه ما استطعتم ما لنهيكم فانتهوا فانتهوا سي قراي ولكني ربي ناد الربا الحرام كان خما كان 3% 3% من الربا وخدمه راه 10% لا لا قليله حرام قليله هو كثيره حرام إلا ربي سبحانه اتخرتي الكذب وسي قراري كان سي دفا كان شويط كذبه بيضاء سي دفا الشويط كان دكواس سي دفا ديال رمضان مي قاعد رمضان معليش الغش في الوقت مثلا الراش مساع ديال الامتحان الغش لا يجوز لا في شعبان ولا في رمضان ويجوز لا فاذا ودي قرا نغش غير شويه لا لا الغش لما في القرايه غما ذي الفنيه غما ذي السلعه غما ذي الماكله غما ذي كل شيء ذي البيع والشراء اذن النهايه ساقي القران الكريم الى قاذي سعو لاثر ذي سوزرث النخ ان شاء الله اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا دكتور انا بزمان غدر ان شاء الله في استقصي غمزوار وصور عبد السلام الشراقه يدنا يسعى غطان السكر معنا الله يبارك ثاني زمر ذي وزامني شني طبيب وزام ويدي استقصي سامزوارو الله يبارك لك مثلا عبد السلام ما شاء الله هذيك السكر ان شاء الله كيشفر بشويه كي موضان ويا انك شري الزمرضه تزمض وتشاور الطبيبيك ان ياك ما تزمرض وزم وزم يعني شاطيك الصحه والطبيبيك يعطيه الصحه اكانيس شرعيث اكانيس شرعيث معنى المريض بداء السكري اذا كان مستطيعا قادرا على الصيام يصوم ماشي معنى مريض مباشره يروح يفطر لا ولكن كاين اللي مريض بداء السكري ومش قادر ما عندوش قدره هذاك من اصحاب الاعذار يجوز له الافطار الشيخ مي عبد السلام مادام تزمرض هذه قبل ربي ان شاء الله رمضاني هي صحه رمضاني هي صحه والميسور لا يسقط بالمعسور اكن ديوسا ذي الفقه سقسيوي السن صلاة التراويح يعني خام خطر يهلك عروريس يعني مريض بمرض الظهر لرينديسكال الجواب عبد السلام يما فمزور صلاة التراويح خام تجوز ان شاء الله نسأل الله القبول والزلط كان دين في عصاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطيع فجالسا يعني الظل سيف الدي ملزم يظهر سي غيمي ملزم هذه الظل لو كان في ذيس يعني ولو على جنب ولكن شنو كيما النصيحه يلها تجمع بينهما كيف مثلا تروح تصلي العشاء مع الامام اذا استطعت ولو احيانا يعني تصلي العشاء وممكن تصلي ركعتين مع الامام فوق الكرسي يعني توقف تقول تكبيرة الإحرام الله أكبر من بعد ريح في الكرسي على الأقل صلي ركعتين
ركعتين خفيفتين وتروح للدار تكمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تكمل زوج أربعة ستة ثمانية واش قدرت. جامد ربي هكذا تجمع بين الخيرين يكون أفضل ولو أحيانا. سورة عبد السلام كيما شيني مولا شغيليف مادام ضامضني هديفك ربي شفع تزمرض ذي المثل مرات مرات هكا تروح ضل الجامعة تزاد العيشة كذا الإمام أساوي ضل أجر زيادة والصدر ركعتين سيف الديادين الله كبر سقيمض تكبيرة الإحرام خاطر تاكي فرض، تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن آخر. المعنيس أسقيمض وأسقيمض الصدر ركعتين وكذا الإمام على الأقل تتمتع بصلاة التراويح مع الإمام في المسجد يعني ولو ركعتين. إذا استطعت ما تزمر ضعب السلامك ما خذ مكة ملزم يظهر الظل كان دقو خام أذي قبل ربي فلاك إن شاء الله. إسا سقسي بسلاثين كيكش ما تكوزين دي دماء قزم وإذا سقموشي نسيسي فغيسي دماعني سحسك مين ملحني قموشي. على كل حال لا ننصح بالدخول إلى المطبخ في خاصة قبل المغرب بقليل، يعني الإنسان أولا باش ما تزعفوش للنساء خطر كان اللي يوصل يدخل داخل الكوزينة يبدأ يعني يدير ملاحظات يدير كذا خليه ترونكيل ذلك أفضل. وزايد ممكن واحد يوقع في كما هذه وحبة الزيتون ورحت تحوس يعني كاش ما يخص وليت انت دخلت ولكن راك رميتها. ولكن مع ذلك يا سي عبد السلام مادام راك وجدت الأثر نتاع الملح هذاك نتاع الزيتون في الحلق نتاعك من باب الاحتياط تعود نهار واحد بعد رمضان. أجمع عبد السلام مادام أعقاني وزمور وريش شمارة يعني وتتشضارة ولكن كثني ثوفض الملوحاني ذي قيميك ذي الحلقيك الأفضل أي خير إن شاء الله بعد رمضان اخثر يونواس أصغر مضي يونواس خير هذا أحوط لدينك يعني أفضل مادام ثوفض الأثر الملوحاني ذي الحلقينك أكان عبد السلام أجمع وذي قبل ربي فلاك ناك سهيلة إذا وني تعرضنا كاقل قوتيت كوزين لا حرج سعرض كان بعد ذي سقيمي يعني جلسيس لا حرج خطر ذا قيل غرض ينس إيفان يعني باش المكلة يسدس ثلها نزيضات إلى آخره خطر نسات مكلفة يعني ومأجورة بإذن الله تعالى لأنه هذه طاعة أخرى هذه طاعة من الطاعات اللي المرأة يعني عندها أجر زيادة على الرجال الإطعام لأنه يلا هي يوميا تطعم الصائمين يعني عندها أجر زيادة ولا حرج إن شاء الله. ثقيني كريمة ثنيك في قطعة الأرض قيني يبغن تزنزل معي تروح يعني مس تمطوسة قيني قاس نعفة قطعة الأرض قيزيس المشاكل ثقير السعرة في خطر سقصة السعرة في الشيخنا. نعم يا كريمة أولا مدام هذه تملك قطعة أرض بوثائقها يعني عندها يا إما عقد ملكية يعني أكدو بروبريتي ولا عندها ما يسمى بليفري فونسي اللي هو الدفتر العقاري بعد ما فات الكاداستر إلى آخر الإجراءات القانونية. مادام عندها كواغطها عندها حق باش تبيع عادي فقط. الإخوة عندهم حق الشفعة إذا كان بغيتي تبيعها مثلا ب 700 مليون هذه سمتها خوك مقدم على غيره مقدم معناتها عنده حق الشفعة يمارسه من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية طبقا للقانون رقم 75-58 المعدل والمتمم اللي هو القانون المدني في الجزائر. عنده حق الشفعة ولكن ما عندوش حق الاعتراض يقول لك ما تبيعي ما نشري وما والو لا لا ما عندوش الحق. أما هذا من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية. أما أنه يروح للناس يهضر لهم يخوفهم يقول لهم بلي هذا التراب عنده المشاكل شي طبيعي يا كريم الناس ما يشريوش أشكون اللي يشري قطعة أرض اللي عندها المشاكل. معنى هذا سلوك يعني هذا سلوك سيء يعني الخدمة اللي دارها خوك ماشي مليحة ما يقبلهاش ربي ونبي هذه ماشي مليحة تماما.
بغى يشري الشريعة قدمته، عطت له الأولوية، ولكن من ناحية باش يدير هكذا المشاكل ما عندوش الحق. نعاود بالقبالية باش يعني تعميم الفائدة، كلمة قلت ما ثمتو ثقي في دنيا ضفغات الزنز ثمورث السعال العقد فلس ذ لحقيس، ولكن ثمثنيس نغيو مسكو ثمثنيس يسعى الحق سيدي شافع وثقي الشفعة قلت لا ما ذي الشرعي ثم ذي القانون، ولكن ورسال الحق ذا سيني أثناء الفلان تقيا يسعى المشاكل أكاغي مذانا وتقدمنا راه وتقربنا راه خطرة ذا قوذن سيدي هضو ربي سورة ذا سيني بردان. يا إما الحل الأول إذا لقيتي شخص يعني يقدر يشريها وتقولي له باللي خويا راه يقول غير هذا الكلام والقطعة الأرضية هذه ما عندها ولا مشكل هو عقد الملكية ثم يشريها وما عنده حتى إشكال، ما عنده حتى إشكال عادي من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية. هذا الحل الأول، إنما هذاك الإنسان لازم يشوف الوثائق باش يطمئن، ولا تديو الوثائق أمام الموثق النوتير باش هو اللي خبره باللي يقول له اطمئن هذه القطعة الأرضية ما عندهاش مشكل قانوني ما عندهاش نزاع على إطلاقا. والحل الثاني عندك حق تدير لها هبة، ما هبة لمن شئتي، عندك حق باش تديرها حبوس لمن شئتي. لذلك كاين حلول قانونية كاين حلول شرعية إن شاء الله ربي يهديه، لأنه باش يقول يستناو حتى تموت ويدوها هذا كلام غير صحيح. أولا من يدريه وبالك المرأة هذه تورث خوها، شكون اللي على باله؟ شكون؟ لا يعلم أحد منا متى يموت، هذه نتاع واحد يقول نستنى فلان حتى يموت، والله العظيم يا شيء عجيب يعني، ويا ما استناو وهما اللي ماتوا، وهما اللي ماتوا، وكان الوالدين اللي دفنوا ولادهم، وكان الاولاد اللي دفنوا والديهم، والموت في يد ربي ولكل اجل كتاب. هذا انا سقسينا ايضا كريمه هذا في سكنه لوح المقاولين كينيا بالنسبه للواحد بالمئة سعد زاس نيك البنك الاسلامي ذا غنات نيك طلبا ديال الراتب يعني كثاوين نيك كوز من غاس الحق مش هدخل. كريمة ثبتي ماني مليح ام زوارو كريمة استعرف صح كريمة اولا هذا السكن يعني اقتناء سكن عن طريق الشباك الإسلامي هذا اللي يعمل بالصرافة الإسلامية في إطار نظام بنك الجزائر 20-02 المحدد للعمليات البنكية خاصة في المادة الرابعة وما بعدها. نقول لك هذا الأمر جائز ومشروع اطمئني 100%. صحيح أنه يطلبوا في المعامل الإسلامي هذه تقديم ما يسمى بهامش الجدية، وهامش الجدية يعني مبلغ يقدمه مقتني مسكن هكذا، هذا أمر مشروع شيء طبيعي اسمه هامش الجدية. أما بالنسبة للراتب ما يأخذوش كامل، لا لا يأخذوا نسبة معينة. إذا قدرت تطروحي عن طريق الشباك الإسلامي ذلك أحسن، تتفاداي البنك التقليدي الكلاسيكي اللي راه يتعامل بالربا. أما إذا كان ما قدرتيش الشرط الأول وزايد أنك في أمس الحاجة إلى مسكن يعني ما عندك سكنة، هنا روحي للطريقة ولو عن طريق البنك التقليدي الكلاسيكي وين كاين هذه النسبة المئوية الصغيرة. لماذا؟ لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، سورة البقرة الآية 173، بمعنى راكي في الضرورة في الحاجة ما قدرتيش الله غالب تقدري غير هذه 1% خدمي بهذه لأنك في حاجة لأنك في ضرورة،
هذا هو الجواب يا كريمة. شيخنا غاسكا يعني تزمرت شرونا غاكا براتي بينس مثلا. هو الكراء ما يبقاش إلى دائما. ماشي حل. ماشي حل الإنسان يكري عام عامين خمسة عشر سنة ولكن ما يبقاش طول حياته يكري. يقول لك دروك نقدر نكري نحتاج يعني واحد اللي عنده أسرة عنده أولاد عنده كذا ما كانش كيفاش يخليهم لأنه السكن من ضروريات الحياة. لذلك أعطيته حلين. القادر يروح للبنك الإسلامي ذلك أفضل. بالعكس حنا هذه نفرحوا لها ونشجعوا السيرة في الإسلامية ونتمنوا باش تنجح في الجزائر. وبالمناسبة كاين تخفيضات كثيرة يا كريمة كاين تخفيضات كثيرة يعني كاين تحسينات كثيرة في مجال تطبيق السيرة في الإسلامية ومازال خير قدام من هذه التحسينات انه الغاو هذيك الازدواجيه الضريبه وكاين بزاف امور يعني مفيده راهي موجوده في السيره الاسلاميه ونرجو المزيد اللي قد يروح للسيره فذلك احسن. هامش جدي انك نزمرناش ولكن اذا كان ما قدرتيش هاو تروحي للحل الثاني بهذا الترتيب المذكور. شفاك ربي شيخنا. درزا سمس محمد درت في السعى استقصي في الميراث نيكي يسعى جديس يسعى سن يسعى البونسيون فرنسا يسعى سن المجاهدين كما معنا يتك حشا سن الدرياس ويقاذا قيني الدريان اليتيم يسعى ميسما يموت ويقاذ تروان اليتيم ليستفيدون من هذا البونسيون فمزوارو سي محمد ما قاوي دا استعرض شيخنا الأخ محمد هو جدك ربي إن شاء الله يهديه راه غلطان وغلطان بزاف ماشي غير شوية. علاه؟ أولا سبقوه أولاده راحوا للآخرة إن شاء الله ربي يجعل من الجنة شهداء. هو راه يتقاضى منحة يعني معليش أولاده ماتوا شهداء ولا وليده مات شهيد هو راه يتقاضى منحة باعتباره والدا للشهيد بابات شهيد وزيد المنحة الأخرى اللي ذكرتها. الآن كي يعطي الهيبة دوناسيون هدية هي هيبة كيف هي عجبة يعطي الولاد اللي راهم عايشين وكذا وكبار وكذا ويخلي الحفاد نتاعو يتام اليتامى اللي هما ولاد وليدو يعني ماهوش معقول. نقول هذه هدا هيبة والهيبة يعطي لهذون يعطي لهذون يعطي إذا كان عطى الوليد اللي راه حي يعطي له 20 مليون يعطي 20 مليون لولاد وليده اللي هما اليتامى حفاده يا عجبه هاكني قفكا يوراويس اذيفك يوراو براويس يرنا المنحة حقيقة سغكا ذمي سيقموت عند الشهيد نتسايق وراد يا عجبه مش هكاك يعني تخص مليح اولى يعني هي بل اكثر من ذلك حتى لو كان يموت إذا كان يموت درك مانيش عارفين شكون يموت الأول يعني الميراث اللي خلاه جدكم يا محمد أنتم تسالوا فيه عن طريق التنزيع عن طريق الوصية الواجبة اللي راهي موجودة في القرآن الكريم عندها أثر خاصة الآية 180 من سورة البقرة. وأما في القانون الجزائري القانون 84-11 المعدل والمتمم بالأمر 0502 يعني يكون تنزيل بقوة القانون يعني ما يقدروش حتى عمومكم باش يمنعوكم في الشيء اللي خلاه جدك إذا كان هو اللي مات الأول انتم تديو طبقا للقانون المذكور المواد 169-170-171-172 إذن جدك هذا باش يقول لا 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 يحجبه علاش يتكلم على الحجب أصلا لا مجال للحديث عن الحجب أمي ولا شو المثالة يعني وراه الحجب قند إلى الحجب ولا شو يعني سيدي هذو ربي إن شاء الله يراجع روحه قبل فوات الأوان ربي يهديه ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل. ثورة الشيخ مرد نرف جميلة سلقبث نيش نكيني تخدم تساعد دريا أرقزي وذي رمضان يقاريك لقنا حنوظام تمغارة العيلة تمقى أنت يعني نيش زيك نخدم مغتي كنت ثورة السعد السدريا لهي بارك تخدم نيش يعني يرفف لي ورقزي ونيش ما غلطاس طلبها السمع ما نفنية المطاف انت ثلاثة انت راح تساعد رمضان دينا. أولا يا جميلة ربي يحفظك
ربي يحفظك ويسترك وربي يجازيك خير. نجاوب باللغتين تعميما للفائدة، لأن هذه المسألة تهم كثير من النساء. أولا يا جميلة، شميني الله يبارك صياد النية ما شاء الله قبلت صوت الدريا ذي رمضان صروحوض وكسي مغارنيم ساديم رمضان، بسم الله ما شاء الله عليك بارك الله فيك. قبل ما يكون عندك أولاد رغم أنك عاملة كنت تصومي مع شيخك وعجوزتك في رمضان كامل، قولك بسم الله ما شاء الله عليك وعلى أمثالك. نقطة ثانية، ضرك كي كان عندك أولاد سوري مساعد الدريا يرنقلك مدسا خدامث قبل رمضان ثني ضاسي ورقازيم أنوزم ذوق خامنة، ولكن من ذاك من ذاك مرات مرات أصروحهم سمغارا، وهذا هو الحل الجميل جدا. ويكوي قلهان أي غار أخطر جمعتي بين الأمرين، يعني من جهة الساد شم الدريا الساد الخذمة أثاقوض ذي لحقين باش تسادي رمضان دوك خاميم يرنا إمغارني مجهدا استزمر ثنسن. أنت من حقك باش تفوتي رمضان في دارك مع زوجك وولادك، أحيانا تروحي تفوتي يوم يومين ثلاث أيام كذا مع شيخك وعجوزتك، علما بأنهما في صحة جيدة. قطر لو كان هما مرض يحتاجوك ثم يا بنتي الله لازم تروحي، وتروحي بحب برضا، لأنها طاعة من الطاعات اللي تقربك عند ربي سبحانه جل جلاله، وتكون مدعاة للتقدير والاحترام نتاع زوجك، لأنه هذا والديه، كل ما تفرحي والديه كل ما هو يفرح بيك. مادام هما بصحتهم ربي يزيدهم صحة، ولهنا من حقك وانت أيضا خدامة وعندك أولاد وفي رمضان مهما كان كاين تعب تعب، من حقك باش يكون عندك فضائك الخاص تعيشي فيه مع أسرتك الصغيرة، وهذا حق مشروع. وزوجك اللي زعف عليك قبل رمضان كيما حكيتي ما عندوش الحق. متاش تقول اسمح لي خلاص؟ لا لا أدركني. هو يقول هو ماذا بيك لو كان إن شاء الله يسمع لي يسمعني يقول له أنت قلها اسمح لي اسمحي لي، لأنه زدت أنت راكي روحتي الآن وهكذاك وراكي روحتي تصومي عند شيخك وعجوزتك. هو الآن لازم يقولك أعطيك من الصحة وبارك الله فيك ويطلب منك السماح، وماذا بك يجيب لك شهادية مليحة إن شاء الله باش يفرحك. علاه لازم بعد واحد التغنات اللي ماشي مليحة نقولها خاصة الأزواج الشباب، أحيانا يفهم بلي الرجلة في هذه شغل لازم كلمتي ما تطيحش وزعم رجولته تبن غير في هذه، هذيك عروستك هذيك عروستنا هكذا يقولوا. يلا انا نعرف والدين اللي هما اللي يقولوا عروستهم يا بنتي روحي شوف الوالدين هنا عامه هم، وهذه نداء اسمحوا لي بكل حب واخوه نقول لهم اللي عندهم كامل عرايس ما تحرجوش العرايس نتاعكم، يعني انتم قلهم يا بنتي ما عليش فوتي ايام عندك في دارك ومع زوجك وولادك من ذاك من ذات من ذاك انتم تجيو ولا حنا نجيو. هذه ثاني مليحه مليحه اكيد تستقبل الله يبارك عجوزتك وشيخك ماشي غايه رحمه ربي، لازم نفارس يا اخي قول فارس رمضان اغتنموا رمضان اي نغتنموا رمضان ماشي غير في اقرا القران وطاعت والاخرين، وحتى كي تقدشي على عجوزتك وشيخك ويدعي لك يا حاصرة الكونتور نتاع الحسنات يعني يجري يرضوا عليك يدعوك دعوة الخير، حتى هذه طاعة من الطاعات، حتى هذه فيها أجر وأجر كبير عند ربي سبحانه، لأنك تفرحيهم في والدي زوجك اللي هما الأجداد نتاع أولادك، يعني إذن كل هذه إن شاء الله سبل لنيل الخير. وانت يا بارك الله فيك بسم الله ما شاء الله عليك أنك مع ذلك روحتي
الان طلب هو اللي لازم يقدر هذا الموقف. ان شاء الله ربي يحفظه ويحفظك ويحفظ عجوزتك وشيخك منا، وغادي ان شاء الله ان شاء الله ياخذوا الازواج هذون يعني بهذه التوجيهات. زدت قالت لك استاذ، هل يعني اهل الزوج سعن الحقوق غفل كنا يعني؟ نعم نعم، اسمحي لي بنتي، احنا فلاحين نتاع زمان نقولوا نعم نعم. وطبعا عندنا أدلة شرعية، وعندنا أدلة شرعية، وعندنا أيضا أدلة اجتماعية، وصولنا تقول بذلك يعني أعراف يعني احنا عندنا أصالة، عندنا أصول، عندنا أعراف، عندنا أو كيف يعني الحروسة تقوم بزوجة يعني بشيخها بعجوزتها بقدر الإمكان، وما لازم يحسبوها كي بنتهم، والعكس صحيح. ماذا بيك ثيسليس سازة لسا القدريس ما يمغارني سيلا قصف كن قدريس أتحسفنا مي لسن ذاغ نسف أثن تحسف أمي مولانيس وياض أثن تحذر وأثن تقدر وتقدش في اللسن وتسوي الدعوة الخير أمي فكر بالخير وانتي خيرة جميلة. آخر سؤال إن شاء الله درت في الناس، أم إحسان شيخنا تنيك صلاة بعد صلاة التراويح ديال الجامع تنيك بعد الوتر يعني مسحها خمس زمرات تكمل تخدم القيام نغي لقى ميدان سطوس وتعود تكرود وتعود. نعم تعرف داغنيا أم إحسان. أم إحسان بنتي بارك الله فيك، الأسئلة مهمة، لأنه صلاة التراويح بعض الناس مثلا يصلي التراويح في المسجد ويديروا ولا في الدار يكمل الشفع والوتر إلى آخره، ولكن بعد ذلك يشعر بالقدرة على إتمام الصلاة. فإذا كان رقد وناض صحيحة 100% ليس في ذلك حرج، بل حتى ولو صلى صلاة الوتر يجوز باش يزيد يصلي ما تيسر. وأفضل الصلاة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن يا بنتي جايزهك جايزهك في الحالتين معا، وهذا عند التحقيق. هناك من قال إذا كان واحد ما رقدش يعني ما يصليش لأنه صلى وتر يعني ختم صلاة الليل بالوتر، ولكن عند التحقيق نقول بالجواز في الحالتين معا. كان يعود شيخنا بعد ذلك يعني بعد القيام يعني لا يعني يعود صلاة الوتر في ليلة واحدة، ما يعودش الوتر، الوتر ما يعودهاش، صلىها مرة فقط لا وترني في ليلة واحدة. أما بالنسبة للسؤال الثاني، صلاة الفائتة، يا صلاة الفائتة عادي، اللي صلى متأخر كان اللي صلى كيبلغ 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة وأكثر، هؤلاء بدأوا في الصلاة ربي يتقبل منهم إن شاء الله، ولكن ذمامهم مشغولة بالصلوات الفائتات. ونفذن تظلي في سن بعد ميم قرذي العمر يتسوالس ذي الظلي في لاقى ذي غرم تظلي ثنية ويتسوالس ذيس، هذا المطلوب. الأمر الثاني طبعا هذا القضاء يكون بعدة طرق. الطريقة الأولى أنه يصلي الصلاة الحاضرة اليوم ويقضي معها الصلاة الفائتة، يصلي مثلا صلاة الظهر ولا صلاة الفجر نتاع اليوم الصبح الحاضرة ويزيد يصلي صلاة الصبح الفائتة، وكذلك في الظهر والعصر والمغرب العشاء. يعني في نهاية اليوم يكون قضاء يوم واحد، فقديو ثن طريقة من كل تظليت ذي غرم تظليت النظن تصبح المساء دي ثم العشاء ثاني يغرم ينواس. ولك طريقة ثانية أنه حينما تتاح له الفرصة يتوضأ ويصلي صلوات كامل، يا إما يبدأ بالظهر الظهر العصر المغرب العشاء الصبح، يبدأ بالظهر لأن صلاة الظهر هي أول صلاة ظهرت لذلك تسمى بصلاة الظهر، ثم أنها تصل بالظهيرة هذا سبب آخر، ثم ويختم بالفجر الصبح هكذا. ولا الطريقة مباشرة يبدأ بالصبح الظهر العصر المغرب العشاء يعني يصليهم هكذا، هذه مور هذه. إذا لمس من نفسه القدر يزيد يغرم نهار واحد آخر،
وهكذا يقضي يومي 3 أيام 4 أيام 50 بقدر الإمكان قدر الاستطاعة. الطريقة هي في السنة وإذا موايض يزمر بنادم من الميك ستوفا يساعة تزمرت أذي غرم تظلي ثيس كامل أذي غرم يونو واس يومين تلتي بينهم يزمر هذا. وصلاة التراويح صحيحة حتى ولم يقضي هذه الصلوات ذمته مشغولة بالصلوات الفائتات، ولكن حينما يؤدي صلاة التراويح فصلاته صحيحة وأجره إن شاء الله ثابت عند الله. بمعنى ما يقولش مادام أنا عندي قضاء إذن ما نديرش تطوع، لا، جاءت فرصة رمضان يصلي صلاة التراويح في المسجد أو في بيته، وهذا رصيد آخر يحتاج إليه الإنسان في الآخرة. للإنسان يحاسب في الآخرة على الصلاة المكتوبات، الصلوات المكتوبات، أي نقص يكون يجبر في الآخرة بالصلوات الفائتة بالصلوات التطوع بالنوافل. إذن يعمر رصيد نتاعو بالنوافل بالتراويح بالنوافل المختلفة. نسأل الله القبول نجاون ثلويث أرثي مليليث نيك تزويل الشيخ عندها طلب نيك ميلي الغيثينا ادعو يا غدا كيبارك ربي إن شاء الله أنا سدو يا غدا كنت تيسن إن شاء الله. يعني فلنختم إذن بعد إذنك حجيبة يعني هذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة، والمطر الآن ينزل ونسمع صوته من هنا من الاستوديو باش نفهموا قبل يا إخواني أخواتي بأن الله على كل شيء قدير. البارح برك كيفاش كان الجو سخون مباشرة، ولكن غير الله الحال إلى أحسن حال، إلى أحسن حال، وكل ذلك في إمكان الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. فقط نحن نحسن علاقتنا بالله عز وجل ونحسن ظننا بالله ونحسن الظن بالله، والله سيغير حالنا إلى أحسن حال، يعطينا من عطاءاته وعطاءاته لا تحصى عددا. ومن الأوقات الشريفة التي يستجاب فيها الدعاء عند نزول المطر، ومن الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء عند الصيام، وقد اجتمعت أسباب الاستجابة. ربنا أمرنا في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تفتح لنا جميعا أبواب رحمتك، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم يا رب حقق آمال إخواني وأخواتي، اللهم حقق آمالهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم افتح لهم جميعا أبواب رحمتك، اللهم افتح لهم جميعا أبواب رحمتك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.